سيد الرئيس، شكرا لقبولكم إجراء هذا اللقاء مع قناة روسيا 24. لماذا وافقت سوريا على المبادرة الروسية بتسليم الأسلحة الكيماوية للمراقبة الدولية بهذه السرعة؟ سوريا قدمت مقترح للأمم المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لأن هذه المنطقة مضطربة وهي منطقة حروب منذ عقود وربما منذ قرون، فإخلاءها من الأسلحة غير التقليدية يساهم في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. وكانت العقبة في وجه هذا المقترح السوري هي الولايات المتحدة حقيقة في ذلك الوقت. فإذا نحن كمبدأ لا نعتقد بأن وجود أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو شيء إيجابي، بالعكس تماما، نحن دائما نفكر بالاستقرار ونسعى من أجل السلام. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر فيما يتعلق بالوضع الراهن، لا شك بأن سوريا تفكر بشكل جدي كدولة بتجنيب سوريا وتجنيب دول المنطقة بشكل عام حربا أخرى مجنونة. يسعى البعض من أنصار الحرب في الولايات المتحدة إلى إشعالها في منطقتنا، ونحن ما زلنا اليوم ندفع ثمن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة سواء في أفغانستان وهي بعيدة عن سوريا أو في العراق وهي دولة مجاورة لنا. نعتقد بأن أي حرب تشن على سوريا ستكون حرب مدمرة للمنطقة وتدخل المنطقة في سلسلة من المشاكل وعدم الاستقرار ربما لعقود أو ربما لأجيال مقبلة. طبعا الجانب الثالث الذي دفعنا بهذا الاتجاه وهو الأهم هو المبادرة الروسية نفسها. لو لم يكن هناك مبادرة روسية لكان من الصعب على سوريا أن تتحرك بهذا الاتجاه، والعلاقة بيننا وبين روسيا هي علاقة ثقة، وتمتنت هذه الثقة خاصة خلال هذه الأزمة في سوريا منذ 2.5 سنين، حيث أثبتت روسيا وعيها لما يحصل في المنطقة وأثبتت مصداقيتها وأثبتت أنها دولة كبرى يمكن الاعتماد عليها. هذه الأسباب هي التي دفعت سوريا للسير باتجاه التوقيع على اتفاقية أو العمل من أجل التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري صرحا بأن سوريا وافقت على المبادرة الروسية بتسليم السلاح الكيماوي للإشراف الدولي فقط بسبب التهديد بضربة صاروخية. هل هذا صحيح؟ لو عدنا أسابيع قليلة للتهديدات الأمريكية لم تكن التهديدات الأمريكية حول نزع أسلحة الدمار الشامل الموجودة في سوريا، كانت حول توجيه ضربة لسوريا على خلفية الادعاءات التي سوقتها الإدارة الأمريكية والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق. فالحقيقة لم يكن هناك تهديد أمريكي بشأن استخدام أو بشأن التخلي عن الأسلحة الكيميائية، هذا الكلام غير صحيح، وبدأ الأمريكيون بالحديث عن هذه النقطة بعد قمة 20 الأخيرة في روسيا وليس قبل. فهذا الكلام غير صحيح. ما دفعنا فعليا بهذا الاتجاه هو كما قلت قبل قليل هو المبادرة الروسية نفسها والمفاوضات أو النقاشات التي دارت بيننا وبين المسؤولين الروس حول هذه النقطة. لذلك أريد أن أؤكد مرة أخرى بأنه لولا المبادرة الروسية لما كان يمكن على الإطلاق أن نناقش هذا الموضوع مع أي دولة أخرى. هذا نوع من البروباغندا الأمريكية، لأن كيري وإدارته وربما أوباما معه يريدوا دائما أن يظهروا بمظهر المنتصر الذي هدد وحصل على النتيجة. هذه الأشياء لا تهمنا، القضية الأساسية هي قناعات سوريا وهي الدور الروسي في هذه القضية.
أمس صدرت تصريحات بأن روسيا بعثت إلى أمريكا الخطوات التطبيقية لمشروع تسليم الأسلحة الكيماوية للإشراف الدولي. هل حدثتمونا من فضلكم ما هي الإجراءات المنظورة التي تمت مناقشتها طبعا لهذه العملية؟ طبعا خلال الأيام القليلة المقبلة ستقوم سوريا بإرسال رسائل للأمم المتحدة ولمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ترفق مع هذه الرسائل وثائق تقنية معينة يطلبها أو يتطلبها توقيع الاتفاقية. بعد ذلك يتم العمل من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقية حظر الأسلحة. هذه الاتفاقية تشمل عدة جوانب، تشمل منع تصنيع الأسلحة الكيميائية، تشمل منع تخزينها، وتشمل منع طبعا الاستخدام. بعد أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول، تصبح أعتقد سارية خلال شهر من توقيعها، تقوم سوريا بتقديم البيانات المطلوبة عن المخزون الكيميائي لهذه المنظمة. هذه هي الإجراءات الروتينية التي تتم والتي سنسير بها، لكن يجب أن يكون واضحا للجميع بأن هذه الإجراءات بالنسبة لنا ليست من طرف واحد، هي ليست أن تقوم سوريا بالتوقيع وانتهى الأمر أو بالتطبيق وينتهي الأمر. هذا الموضوع هو موضوع ذو اتجاهين، يعتمد بالدرجة الأولى على تخلي الولايات المتحدة عن سياساتها العدوانية تجاه سوريا وعلى استجابتها للمبادرة الروسية. عندما نرى بأن الولايات المتحدة صادقة في توجهاتها تجاه الاستقرار في هذه المنطقة والتوقف عن التهديد والعمل من أجل العدوان أو حتى إرسال سلاح للإرهابيين، عندها نعتبر بأن السير بهذه الإجراءات إلى المراحل النهائية لكي تصبح نافذة، عندها يمكن أن يكون هذا قابل للتحقيق وممكن التطبيق من قبل سوريا، ولكنها ليست إجراءات من طرف واحد. والدور الأساسي في هذا الموضوع سيكون هو للدولة الروسية، لأنه لا يوجد أي ثقة بيننا وبين الأمريكيين، ولا يوجد أي اتصالات بيننا وبينهم، فروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة الآن على القيام بهذا الدور. إذا أتممنا موضوع تطبيق المبادرة، ما هي الجهة الدولية التي تريد الجمهورية العربية السورية أن تراها كمنظمة مراقبة للسلاح الكيماوي السوري، خاصة وأن الوضع غير تقليدي الآن؟ نحن نعتقد بأن الجهة المناسبة والمنطقية للقيام بهذا الدور هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي الجهة الوحيدة القادرة، وهي الجهة التي لديها الخبراء المعنيين في هذا الموضوع، وهي المشرفة على تنفيذ الاتفاقية في كل دول العالم. ولكننا جميعا نعرف بأن إسرائيل وقعت على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ولكنها لم تصادق عليها. هل ستطالب سوريا بأن تقوم إسرائيل بإتمام عملية حظر الأسلحة الكيماوية؟ عندما طرحنا مشروع نزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط، كما قلت، قامت الولايات المتحدة بعرقلة هذا الموضوع. أحد أسباب العرقلة هو السماح لإسرائيل بامتلاك مثل هذه الأسلحة. طالما أننا نفكر بالاستقرار بالشرق الأوسط، فلا بد أن تلتزم كل الدول بهذه الاتفاقيات، وفي مقدمتها إسرائيل، فهي التي تمتلك الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية وكل أنواع أسلحة الدمار الشامل. لا بد من أن نستمر بالعمل بهذا الاتجاه لكي لا تمتلك أي دولة مثل هذه الأسلحة، وهذا يحمينا من أي حروب مستقبلية قد تكون حروب مدمرة ومكلفة جدا، ليس فقط لهذه المنطقة وإنما للعالم ككل. سوريا ستقوم بتسليم سلاحها الكيماوي لرقابة المجتمع الدولي، ولكننا جميعا نعرف جديا بأن الخبراء الروس قد أكدوا بأنه قد تم استخدام مادة سامة كيماوية في ريف حلب من قبل مقاتلي مجموعات متشددة إرهابية. ما رأيكم؟ تمت هذه الحادثة التي ذكرتها في شهر آذار الماضي، عندما قام الإرهابيون بإطلاق صواريخ تحمل أسلحة وتحمل مواد كيماوية سامة على المدنيين في خان العسل في حلب، وسقط العشرات من الشهداء.
بناء على ذلك قمنا بدعوة الأمم المتحدة لإرسال وفد أو لجنة من الخبراء للتأكد من تفاصيل هذه الحادثة وتوثيقها من أجل معرفة من هي الجهات التي قامت بها، لأن الموضوع كان واضح بأن من قام بهذا العمل هم الإرهابيون. عرقلت الولايات المتحدة إرسال هذا الوفد إلى سوريا، فقمنا نحن بالتعاون مع الخبراء الروس بإرسال كل ما لدينا من تفاصيل وأدلة لروسيا، وأثبتت هذه الأدلة بأن هذا العمل من صنع الإرهابيين الموجودين في شمال سوريا. الآن ما يجب أن نقوم به هو أن يعود وفد الخبراء المختص بالأسلحة الكيميائية الذي كان في سوريا منذ أسبوع تقريبا، أن يعود إلى سوريا لمتابعة تطبيق الاتفاق الموقع بيننا وبينهم في زيارتهم الأخيرة، والذي ينص على التفتيش في عدد من المناطق في مقدمتها خان العسل. يجب أن نحقق الموضوع بشكل دقيق لكي نعرف ما هي طبيعة المواد، من هي الجهة التي استخدمتها، والأهم من هي الدول التي قدمت هذه المواد السامة لهؤلاء الإرهابيين، ولاحقا محاسبة هذه الدول. سيد الرئيس، أريد أن أؤكد بعض الشيء. هل من الممكن أن تصادر المواد السامة من الإرهابيين؟ هل يمكن تحقيق ذلك فعلا؟ يعني هذا يعتمد على من هي الدول التي لها علاقة مع الإرهابيين. كل الدول تقول لا علاقة لها مع الإرهابيين، ولكن في الواقع نحن نعلم بأن الغرب أعلن بأنه يرسل دعم لوجستي للإرهابيين، مرة يقول بأنها مواد عسكرية غير قاتلة، ومرة يقول بأنه يرسل موادا إنسانية. لكن بالمحصلة الغرب والدول الإقليمية كتركيا والسعودية، وقبل ذلك كانت قطر، لها علاقات مباشرة مع الإرهابيين، وهي تمدهم بكل أنواع الأسلحة، ونعتقد بأنها هي من أمدهم، أو إحدى هذه الدول هي من قامت بإمداد الإرهابيين بالأسلحة أو الغازات السامة للأسلحة الكيميائية. طبعا المفروض أن هذه الدول قادرة على إيقاف إمداد الإرهابيين بهذا النوع من الأسلحة أو بغيرها من أنواع الأسلحة، ولكن هناك إرهابيين لا يخضعون لأي جهة. يعني عندما يمتلكون السلاح والقدرة للتخريب لن يكونوا ملتزمين بأي شيء تجاه حتى من قام بدعمهم بالمال والسلاح. سيد الرئيس، بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت بأن ضباط الجيش العربي السوري طلبوا منكم مرات عديدة أن تسمحوا لهم باستعمال السلاح الكيماوي لمواجهة مقاتلي المعارضة المسلحة، وأنكم لم توافقوا على ذلك، ولكنهم قاموا باستعمال هذه المواد السامة بشكل مستقل ومنفرد. هل هذا حقيقي؟ هذا جزء من البروباغندا الأمريكية، والمعروف بأن البروباغندا الأمريكية لا تتورع عن استخدام كل أنواع الأكاذيب لكي تبرر حروبها. هذا الكلام يذكرنا بما قام به كولون باول تحت إدارة جورج بوش الابن منذ 10 سنوات أو أكثر بقليل لتبرير الحرب على العراق، عندما أخرجوا أدلة وقالوا بأن هذه الأدلة هي التي تؤكد بأن صدام حسين يقوم بصنع أسلحة دمار شامل، وثبت لاحقا بأنها أكاذيب. الآن هم يستخدمون مختلف الأكاذيب، واحدة منها هذه الأكذوبة. الحقيقة هذا الموضوع لم يطرح على الإطلاق في سوريا ولا من قبل أي جهة، هذا أولا. ثانيا، هذا النوع من الأسلحة يكون استخدامه في الدول المختلفة في الجيوش المختلفة مركزي، لا يكون مع القوات. يعني لا يوجد قوات لديها هذا النوع من الأسلحة عندما تكون قوات مشاة أو دبابات أو غيرها. هذا النوع من الأسلحة هو نوع خاص ويستخدم من قبل وحدات مختصة في التعامل معه، لذلك حتى هذه الأكذوبة هي غير منطقية وغير قابلة للتصديق.
سيدي الرئيس، منذ فترة قريبة قدم للكونغرس الأمريكي دلائل وصفت بالموثوقة وغير قابلة للجدل، مواد فيديو تؤكد الرواية الأمريكية القائلة بأن السلاح الكيماوي قد تم استخدامه في الغوطة الشرقية من قبل الجيش السوري. ماذا تقولون بهذا الشأن؟ هم لم يقدموا أي دليل، لا للكونغرس ولا للإعلام، وبالتالي لم يقدموه لشعبهم ولم يقدموه لأي دولة في العالم، لا لروسيا التي تحاورهم الآن ولا لأي دولة أخرى. ما يقال هو مجرد كلام، وأيضا ضمن البروباغاندا الأمريكية. لكن منطق الأمور يقول بأنه لا يمكن أن تستخدم أسلحة دمار شامل قرب قواتك على بعد مئات الأمتار من قواتك، فهذا يعني سيقتل القوات. لا يمكن أن تستخدم أسلحة دمار شامل في مناطق سكنية، فهذا يعني سقوط عشرات الآلاف من القتلى. لا يمكن أن تستخدم أسلحة دمار شامل وأنت تتقدم وتحقق إنجازات كبيرة بالأسلحة التقليدية. كل المنطق الذي استخدم غير مقنع، لذلك هذه الإدارة الآن وضعها في داخل الولايات المتحدة صعب، لأنها يعني كانت أقل براعة من إدارة جورج بوش الابن بطرح الأكاذيب. الإدارة السابقة كانت تكذب، ولكن كانت تعرف كيف تقنع جزء من العالم بأكاذيبها. هذه الإدارة لم تستطع أن تقنع حتى حلفائها بأكاذيبها، لذلك لا قيمة لكل هذا الكلام، غير واقعي ولا يصدق. سيد الرئيس، السؤال الأخير يخص الأمن العام والحماية العامة. هناك أخصاء روسيون ووسائل إعلامية قالت أن هناك إرهابيون يستطيعون أن يحضروا هجمات كيماوية ضد إسرائيل من مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية. هل تؤكدون أنتم كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة هذه المعلومات؟ طالما أن المواد الكيميائية وصلت بشكل مؤكد لبعض المجموعات الإرهابية واستخدمت ضد جنودنا في سوريا، كما استخدمت ضد المدنيين أيضا في سوريا، فهذا يعني بأن المواد متوفرة. هذا من جانب. من جانب آخر، كلنا نعرف بأن هذه المجموعات الإرهابية أو من يقودها سعى من أجل أن يكون هناك ضربة أمريكية لسوريا، وقبل ذلك كان يسعى من أجل زج إسرائيل في الأوضاع أو في الأزمة السورية. ليس مستبعدا على الإطلاق أن يكون هذا الكلام المطروح صحيح من أجل نفس الأهداف، فعندما يكون هناك حرب إقليمية فستزداد الفوضى، وعندما تزداد الفوضى فمن الطبيعي أن يكون المجال مفتوح أكثر لهذه المجموعات الإرهابية لكي تقوم بالمزيد من التخريب والتدمير. فهذا يعني أقصد هذا الخطر أو هذا التحدي هو تحدي حقيقي، لأن المواد الكيميائية موجودة لدى الإرهابيين الآن، وهناك دول تعطيهم هذا الشيء. سيد الرئيس، شكرا لإجراء هذا اللقاء. مرة أخرى أشكرك لمجيئك إلى سوريا، وأشكر قناة روسيا 24.